كيعانيو من هذه المشكله دابا على ما يزيد على 15 عام. كيكونوا هنايا الشمكاره كثار وعندنا حاجاكم طوبه وعندنا الزبل كثير وعندنا شي حاجه اللي ما كتصورش. كيجيو هنا الشفاره كيدخلوا الدريات، كتوقع مصاعب كبيره هنا في الحومه. انا شحال من عام وحنا كنعانيو من هذه المشكله، وقلنا للسلطات قلنا للجامعه ولكن ما داروا معنا والو. حنا راه مضرورين واحد الضرر كبير وعندنا الدراري صغار شني ولا كتبقى هاجمه علينا بالليل بالنهار. مهجور هذا المكان خلاء، والناس ما السلطه هضرنا معاهم شحال من عام وحنا كنهضروا معاهم والو، ما كيديروا معنا والو هاد الناس. حتى دابا وقع هاد المشكله، كل ما الناس تعاونوا هنايا كيديروا الماء كره الدرب كله تحرق. الحي كيعاني مده 30 سنه هو كيعاني هاد المده، والسلطات في راس هاد الخبر كله، والناس كتعاني من هاد الروائح الكريهه ومن الشنيوله ومن جميع الفيران ومن جميع الحشرات المضره. والامر اللي تزاد كاع اكثر هما هاد الافارقه في الوقت اللي هاجروا وخرجوا من المحطه، ولاو كيجيو هنايا تقريبا فوق من 100 واحد كتجي هنا. والسلطات في راس هاد الخبار، ولكن سادين عينيهم على هاد الشيء. وهاد الشيء الناس راه الساكنه كلها كتعاني ومضروره، والعيد هذا جاي تقريبا وغادي يكون الناس كيعانيو من هاد المشاكل كلها. كنطلبوا من السلطات تدخل في اقرب وقت باش تعمل دير حد لهاد الشيء اللي كاين، والناس كتعاني اكثر، والدراري الصغار كاينين والناس مسنين والحشرات اللي هي مضره اكثر.